بمناسبة انطلاق غدا إن شاء الله مباريات دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد، رأيك إيه في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا؟ أعتقد أنهم يتقدمون. أعتقد أن النظام القديم لمرحلة المجموعات كانت أو نظام الخسارة كان متوقعا نوعا ما بالنسبة للجميع، لبعض الفرق أو لفرق معينة، ولكن الآن الجميع يلعب أمام فرق مختلفة في أجواء مختلفة. أعتقد الأمر مثير للاهتمام. أعتقد أن ربما يكون بعض المباريات متوقعة للنتائج، ولكن يظل الأمر حماسيا. أعتقد أن الجماهير ستهتم وتفرح بهذا الأمر.